أنا رخيصة بعينها، ولحد الآن ما أعرف ليش هيك سوت. تصرفاتها تقول أنا مالي داعي. أهلي هم يشوفوني مالي داعي، معاملتهم وياي كلش زبالة. أقرأ 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 إنجاح وإهانات يومية، وأنا أكره الدراسة وأكره نفسي وأكرههم. آخ لو عندي فلوس كان هجيت من هالمكان من زمان، بس منين أجيبه أنا منتهي من جوا. لازم أنهي كل شي، لازم ينتهي كل شي. مرحبا. بمسرحية هاملت للكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير، هاملت يقول: من ذا الذي يقبل صاغرا لسياط الزمان ومهانته، وأن يرضخ لظلم المستبد ويتحمل رزايا المتغطرس ومماطلة القضاء وصلافة أولي المناصب، في حين إنه يملك القدرة على أن يحقق الراحة الأبدية بطعنة من خنجر مسلول في يده لولا الخوف من أمر ما بعد الموت. هذا المقطع بالتحديد حبيت أبدي به هاي الحلقة لأن بيفد ملاحظة مهمة، وهي أن الواحد من يطفي على روح الجوزة هو هنا ما يريد يموت، بس بنفس الوقت ما يريد يعيش. شنو هالتناقض؟ شنو يعني اللي يريد يطفي الجوزة على روحه ما يريد يموت؟ اللي يطفي على روح الجوزة ما يريد يموت، هو بس يريد يلقى حل لهذا الحمل، ومن ما يلقى طريقة يخفف عن روحه الضغط يدوس الجوزة ويطفي كل شيء. بهالخمسين سنة راحت زادت نسبة الناس اللي يطفون الجوزة على نفسهم 60%. بسنة 2015 أطلقت منظمة الصحة العالمية تقريرها وقالت إنه البلدان منخفضة متوسطة الدخل تحتل المركز الأول بحالات أطفاء الجوزة بنسبة 79% من كل حالات قتل النفس حول العالم. ومن سنة 2015 ولحد 2018 أكو 800,000 إنسان سنويا يقضون على حياتهم، يعني كل 20 ثانية أكو شخص يطفي الجوزة ويخلص قصته بيده، وهذا الرقم يتفوق على الناس اللي يموتون بسبب الحروب. حسب دراسات وتخمينات منظمة الصحة العالمية أكو 1,530,000 شخص راح ينهي حياته بيده سنة 2020، وهذا الأمر يعني أنه العدد راح يتضاعف تضاعف مخيف. إيش دا يصير؟ شنو هذا الشبح اللي دا يخلي الناس تنهي حياتها بيدها؟ أول وأهم سبب هو الاكتئاب، وهنا أنا دا أحكي عن الاكتئاب المرضي أو الاكتئاب السريري بأنواع المختلفة اللي وصف العلماء بأنه ألم أن تكون موجوداً أو ثقل الوجود، شعور صعوبة إكمال الحياة للدرجة اللي تخليك تشعر أن وجودك فد شيء مؤلم وصعب، وهذا الإحساس راح يدفعك أنه تطفي الجوزة وتنهي كل شيء. الاكتئاب مرض بشع، وللأسف معظمنا يتعامل ويا الشخص المكتئب على أنه شخص متصنع حتى يجذب انتباه الناس واهتمامهم، بس بالحقيقة سوداوية هذا الشخص ما جاية من فراغ، بل جاية من كارثة تصير بمناطق معينة بالدماغ. ومو هنا المصيبة، المصيبة انه هواية أديان ممكن تطلق على الناس اللي ينهون حياتهم صفات مثل كفرة، قتلة، ناس خائنة للأمانة باعتبار الروح أمانة إلهية، جاهلين انه هذا الشخص ما يقدر يسيطر على اللي يصير داخل جمجمته. هو ايش يصير بالضبط؟ 15 مركز بحث في مقراتها بأمريكا وأوروبا وأستراليا سووا دراسة على 8,927 حالة، 1,728 منهم عندهم اكتئاب مرضي. نتائج هاي الدراسات أكدت على وجود تقلص بحجم منطقة الهيبوكومباس اللي هو الحصين، وأكدت انه كل ما تعرض المريض لنوبات حادة من الاكتئاب تتقلص هاي المنطقة، وهاي المنطقة هي المسؤولة عن الذاكرة طويلة الأمد وارتباط الذاكرة بالمشاعر. وهواي دراسات ثانية وصلت انه مستوى هرمون السعادة السيروتونين يقل جدا، مما يقلب حياة المصاب الى جحيم. زين شنو اللي يخلي الشخص يكتئب حتى بعدين يفكر انه حياته بيده؟ اكثر الاجابات منطقية اثناء التبحوش اجابة الطبيب النفسي النمساوي فيكتور فرانكل، قال بكتابه باسم الانسان يبحث عن معنى: اكبر ازمات المقبلين على انهاء حياتهم هو إنهم يفقدون المعنى. أما أستاذ علم النفس أنتوني مارسيلا يضيف إضافة مهمة على كلام فيكتور ويقول: هؤلاء الذين يفتقدون إلى المعنى في حياتهم لا يكملونها، ويبدو لي أن كثيرا من المشقات والاضطرابات والأمراض في زمننا مرتبطة بغياب المعنى وبغياب البحث عن المعنى، مما يؤدي بهؤلاء إلى اليأس والاختراب، وفي النهاية يقضون على حياتهم. وزيد لكم من السكريبت سطر
أو من الشعر بيت. مو بس فقدان المعنى يخلي الشخص يدخل بمرحلة اكتئاب وبعدين ينهي حياته. توماس جوينر متخصص علم النفس الكلينيكي بجامعة فلوريدا عنده نظرية تختلف عن كل شيء نعرفه عن إنهاء الشخص لحياته، اسمها The Interpersonal Theory of Suicide، نظرية التواصل الذاتي للانتحار. توماس يقول إنه اللي ينهي حياته مو جبان وما يخاف، هذا الشخص عنده ما يسمى برغبة إنهاء الحياة، وتتولد عن طريق تفصيلتين لازم تنوجد اثنيناتن سوا يلا ينهي الشخص على حياته. الأولى Thwarted Belongingness، الانتماء المحبط. هذا الشعور يتعلق بكون هذا الشخص وحيد، منعزل بالكامل عن العالم من حوله وما ينتمي لأي شيء، وفاقد الكل الروابط بينه وبين المجتمع، أصدقاء وأهل وقرائب، أو حتى ما عنده شعور بالانتماء للوطن، ويفتقد الحالة العناية المتبادلة، يعني يفتقد وجود أشخاص يعتني بيهم ويعتنون بيه بحياته. وهذا الشخص لازم نلقاه تعرض لعنف منزلي قوي من كان طفل، أو تم استغلاله جنسيا بطفولته، أو كان يشوف المشاكل المستمرة بين أبوه وأمه واللي ظلت مستمرة، أو ممكن نلقاه فقد أشخاص بحياته. التفصيلة الثانية، هذا الشخص يتصور إنه هو عبء، يعني يشوف نفسه زايد عدا مدائرة، وتبدي فكرة براسه تصيح موتي أفضل من حياتي بالنسبة لمن يحيط بي، ومنها يبدي يردد جملة داخلية أني أكره نفسي، فيقلل من تقديره لذاته ويشعر بالعار ويلوم نفسه دائما. وكل هاي السوالف متعلقة بأسباب مثل البطالة، التشرد، السجن، الحياة بدون بيت، المرض القوي خاصة من الواحد يكبر بالعمر ويحتاج الرعاية من الآخرين، والإعاقة إلى آخره من الظروف اللي تخلي الواحد يفكر بهاي الأفكار. على هالكلام كنا كبشر ممكن نقضي على حياتنا ندوس الجوزة، لا مو كنا، ممكن الإنسان يطفي الجوزة على نفسه. وفقط 3 عوامل حددها أستاذ الطب النفسي فيليب كورتيت، وإذا اجتمعا فها هي، الله يرحمنا برحمته الواسعة. العوامل هي مستوى المعاناة والألم النفسي، ارتفاع أو انخفاض آليات الدفاع النفسي، وقوة حد التحمل النفسي psychological threshold. زين الحلول شنو؟ والله يا أخوان ما أعرف شنو أقول بصراحة. اللي أعرفه بدول الأوادم، دول اللي تحترم شعوبها، اللي تحترم ناسها، أكو مؤسسات عملاقة تشتغل على احتواء هيك ظواهر. عندك باليابان مثلا سنة 1998 ارتفعت معدلات إيذاء النفس المتعمد بشكل متزايد، ووصل العدد إلى 32,863 شخص قتل نفسه. الحكومة اليابانية كانت تتعامل ويا هاي الظاهرة بصورة طبيعية، يقولون عادي يعني هاي السالفة مو بس عندنا. بس بعام 2000 بدوا الأطفال اللي فقدوا آبائهم بسبب أطفاء الجوزة يطلعون ويحكون بالتلفزيون عن مشاكلهم، وهنا بدت الحكومة تتحرك. بعام 2005 بدت اليابان تباوع لسالفة أطفاء الجوزة على أنها مشكلة اجتماعية كبيرة وتحتاج إجراءات ملموسة حتى توقف. واللي سووه هو التالي: إصدار المبادئ العامة للوقاية من إيذاء النفس، وتقديم الدعم اللازم للناجين، وإنشاء صندوق الطوارئ الإقليمي لتعزيز الوقاية من أطفاء الجوزة. نتج عن هاي الإجراءات انخفاض معدلات إيذاء النفس والقضاء عليها إلى أقل من 30,000 مواطن سنوياً بسنة 2012، وهاي للمرة الأولى من سنة 1998. اسكتلندا، السويد، الدنمارك، ألمانيا، تشيلي، كل هاي البلدان بدأت تشوف إنه حياة أبنائها مهمة، ولابد إنه يسوون خطط حتى ينقذون اللي يقدرون ينقذوه. ولا وحدة من ذن الدول فكرة تعلي سياج الجسور كحلول للحد من هاي الظاهرة. هاي الدول اللي تعلي الأسيج مال جسور تتشاق أكيد ما لكم علاقة بيها، ذابة ميانة ويا شعوبها. هاي بالنسبة للحلول اللي لازم تسويها حكومة أي بلد تبدي هاي الظاهرة تكبر بيها. زين احنا الافراد شو نسوي لازم لما نشوف ناس عندها نزعات اطفاء الجوزة؟ شلون نتعامل وياهم؟ نعوفهم؟ بالتأكيد لا. جمعية علم النفس الامريكية توصي افراد العائلات والمقربين اللي عندهم ميول اطفاء الجوزة تعلم ماهية افكار القضاء على الحياة، وتقول لازم تنشرون الوعي بان الاضطرابات النفسية هي امراض حقيقية تحتاج برنامج وخطط علاجية ومتابعة ويا اطباء نفسيين، وتقول الامراض النفسية مو عوارض مؤقتة فترة وتروح، لابد من متابعتها، وتقول انه اللي يعلن رغبته باطفاء الجوزة هذا الشخص دي يصرخ من جوه، دي يستغيث لطلب المساعدة، فلازم تكونوا قريبين منه. ثم احنا كنا المكتئب والسعيد، واحدنا يقدر يخلق لنفسه عالم الخاص، عالم بعيد عن اذية نفسه، ونخلي ببالنا سالفة واحدة بس، اذيتنا لنفسنا بالحقيقة هي اذية الناس اللي تحبنا وتريدنا موجودين بحياتها. يعني حتى لو فقدنا المعنى بالحياة، خلوا ببالكم ترى انتو عبارة عن معنى بحياة ناس آخرين. وبالأخير نصيحة صغيرة من صديق: لا تخلون حياتكم تتمحور على معنى واحد بس، الحياة بها كل شيء هواية معاني تستحق العيش على مودها. والمصادر كالعادة بالدسكريبشن، والله يكفينا ويكفيكم الشر. أودعناكم.